حياكم الله وصباحكم الله بالخير والعافية مشاهدينا الأحبة أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم يومي الصبح نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي ونسولف عن مواطنين الأحبة ونسولف عن معاناتهم ونسولف برسائلهم ويوميا نقول نتأمل خير إن شاء الله بالأيام الجاية يتحسن الواقع ونعيش حياة كريمة مثل حالنا حال أي مواطن على الكرة الأرضية يعيش بدون مشاكل وما نهتم لقضايا السياسة ونكون بعيدين عن السياسة وتفاصيلها، بس هذا حلم يعني عند العراقيين. بصراحة يوميا توصلنا عدد من الرسائل من المواطنين وتحديدا من الخريجين، يعني اللي الحد قبل ساعة تواصلوا وياي بقضيتهم اللي بصراحة صار لها عمر، أصبحت الآن أعمارهم وصلت إلى 50 وهم ما متعينين أصحاب الشهادات العليا، لذلك قرروا يوم الخميس، يعني هو كانت المهلة إلى يوم الخميس الاثنين ينزلوا للشوارع ويظاهرون بشكل سلمي. بالتالي هذه واحدة من الأمور اللي ممكن يعني نسولف فيها، وكنا ألم يعني بصراحة كنا ألم من نشوف صاحب الشهادة يطلع تظاهرة حتى يلقى له فرصة عمل. يعني هو صح أنه في بلد مو كله تتعين، لكن فرصة عمل شلون توجد لهم فرصة عمل تليق بواقعهم العلمي؟ شلون؟ يا أما تفتح مصانع، يا أما شركات الاستثمار المعتبرة تكون موجودة وتعمل بالعراق حتى يشوفون شغلهم وحتى يجيبون هذا الكوادر العراقية وتشتغل. أما أنت هاملهم، ما منطيهم الحرية، ما منطيهم أنه يتواصلون، ما منطيهم محجمهم، هذه كلها أمور ممكن أيضاً تخليهم شوية يكون عليهم ضغط النفسي والضغط الاجتماعي، لأن هذا بنص عائلة وجاب العمر كله يدرس ووصل إلى شهادة عليا، بعدين يرجع كل شيء ماكو قدام أولاده، قدام بناته، قدام أبوه، قدام أمه. يعني طبعا لكل فعل ردة فعل، هذه طبيعية ولا بد انه ايجاد حل. هذا جانب. الجانب الاخر، اليوم احنا في منطقه قديمه جدا من مناطق بغداد القديمه اللي تعتبر حتى يعني بالستينات كانت من افضل المناطق، بالسبعينات كانت من اجمل مناطق بغداد، فضوه عرب، يعني فضوه عرب. أزقة اللي موجودة أزقة أصبحت الآن بائسة، بعد ما كانت أزقة نظيفة، أزقة جميلة، أزقة بيها اللون البغدادي القديم، اللي بيها العباءة البغدادية، اللي بيها التراث البغدادي، اللي بيها الشناشيل، اليوم أصبحت خراب بصراحة، مجاري طافحة وبنية تحتية متهالكة ومنازل مهدومة مهجورة، كانوا يسكنونها الأكراد أكثر شيء يعني، وبعدها سكنوها يعني قبل الأكراد كانوا يسكنونها المسيح أيضا وسكنوها اليهود أيضا، وبالتالي أصبحت إلى أنه اليوم أصبحت تجارية مختصة بقضايا الدراجات النارية، وهذه الدراجات أيضا أصبحت الآن وسيلة مهمة بالنسبة للمواطن البغدادي تحديدا، لأنه المواطن اللي عنده سيارة أو عنده مركبة ما يقدر يطلع بها بسبب الزحامات اللي موجودة، وهم نرجع إلى موضوعة الطرق وتفاصيله لأنه امتدادها لهذا الموضوع. هذا جانب أو هو عدة جوانب نقدر نسولف فيها. بالتالي واقع حال، خلينا نسولف واقع حال. الواقع حال شو يقول؟ يقول انه هذه الدراجات اصبحت مصدر لوسيله نقل لبعض الشباب والناس الكبار همه، وبالتالي صار لها سوق وصارت لها سمعه وصارت لها ايضا محال تجاريه موجوده. الحبيب حياك الله، ورده ورده بدون قلبك طيب.
وصارت لها قضية أنه يعني لها جمهور أصبحت الدراجة. هذا بغض النظر أنه الناس عندها إمكانية مادية أو ما عندها إمكانية مادية، فصارت هي اتفقت على أنه الدراجة هي وسيلة نقل موجودة في بغداد لأسباب اللي سولفنا عليها قبل شوي. حركة العمل، حركة العمل طبعا ما تختلف كثيرا عن حركة العمل في بغداد في مناطق بغداد المختلفة، والأسباب هي أيضا معروفة أنه يعني شحة أو قضية الدولار يعني لاعب أساسي بالقضية، وبعدين شحة أيضا الفرصة أمام الناس، يعني ماكو وسيلة يعني ماكو وسائل عمل متطورة، فتلتجئ الناس لأنه تصلح هذه الدراجة لأنه أصبحت الآن هي استهلاكية أكثر من اللازم، لذلك أنه يعني أصبح عملهم بهذه المهنة أو المصلحة. فضوة عرب اللي تعرفوه أو اللي أعرفه تحديدا أنه هذه المنطقة سكنوها باشوات بغداد، يعني سكنوها المتمكنين ماديا واقتصاديا، سكنوا هذه المناطق لأنه كانت مناطق مهمة بالنسبة لهم، وبيها مناطق أيضا وعفوا بيها الجانب الجمالي في ذلك الوقت، بعدها أصبحت بهذا الشكل. عموما وإحنا نتجول بهذه المنطقة وأكيد نشوف واقعها والحركة اللي موجودة، الحركة اقتصاديا، حركة يعني بشكل أو بآخر واقع الناس شنو اللي يعيشوه الآن في ظل هذه الظروف، وبالتالي ممكن أنه في يوم من الأيام يتحسن الواقع، لأنه بصراحة أصبح العمل في هذه المناطق طبعا. هذه احنا قبل شوية سولفنا أنا وعلي بموضوعة الدراجات، وسولفنا ذكرنا أنه هذه لكثرتها لابد أن يكون بها أمان، يعني لازم تكون مؤمنة قضية أنه سائق الدراجة، وشلون عندنا احنا نظام وقوانين لازم تحد من هذه قضية الأمان، لأنه أمان لذات الشخص اللي صاعد المركبة أو صاعد الدراجة النارية. واحدة منها هذه الخوذة، هذه في بلدان العالم المتقدم والمتطور يعني تسحب إجازة من لم يرتدي القضية الأمنية، يعني الأمان الشخص، مثل الخوذة، مثل الكعب والقضية القدم، وبالتالي لازم يكون أكو بها أيضا جانب قانوني. فالجانب القانوني معمول به هنا، لو ما معمول بعد الله أعلم، لأنه قضية ما دام أكو ناس تفكر بوجود هذه المستلزمات اللي تحد من موضوعات إنه تقليل الضربة، على الأقل تحديد الضربة، بالتالي يمكن أكو قضية أيضا مهمة لازم نذكرها، المرور يتدخل بهذه القضية أو لا. فاللي معروف الآن، السلام عليكم، المعروف الآن هو أنه بصراحة عدم وجود آلية عمل معروفة بالنسبة للمؤسسة، مؤسسة الداخلية تحديدا والمرور تحديدا. المرور يقولون يمكن بعدهم من نصهم مرقمات، الناس بعضها رقمت بعضها لا، وظلت هذه أيضا يعني مطروحة قدام الأخوة أصحاب الاختصاص، لأن هم اللي المفروض يعرفون بقضية عملهم وتفاصيله. السلام عليكم كابتن، شلونك حب؟ شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. حياك الله، يسلمك، عافيتك. الحمد لله، إن شاء الله زين. بخير. شلون السوق اليوم؟ والله تعبان السوق. من ورا دولار صعد هسه مو شويه 154 والله عمل بضاعة ما طب لك العراق زين، ادواتك صعدت والتحير بروحك بعد والتحير بروحك، عمالك ما يحسبون، عمال ايجارات تغلى عليك، موادك يغلى عليك، الحاجة تاخذها ب 5000 هسه ب 10 بضعف ب 2 ب 10 ب 15 تاخذ الحاجة، التجار هم ما شاء الله
التجار يتمناها، تمني هذا التاجر يتمناها التاجر من عندك. استغلال طبعا بيها استغلال. عشان انتم موقفكم ما المواطن شلون؟ احنا حسب السوق. بعد ما طلتوا انتوا المواطن هي حسب السوق. هسه احنا الشغله كان نجيبها 5000 هسه علينا 9 يتقبلها ما يتقبلها الزبون. الشغله كنا نجيبها مثلا علينا ب5 احنا نبيعها ب8 ب10 السيده نجيبها ب7 من تقول له ب10 يقول لك انا ما اخذها منك ذاك يوم ساعة. ما يشتغل ما يشتغل السوق كله واقف على الدولار. هم متعوده على السعر طبعا. اي طبعا خما تخسر محلك وتوقف محلك من ورا الفولتين لازم تشتغل بالسعر القديم تتحمل الخساره عليك. الزبون يقول لك انا بلقد ما اخذها من عندك خما تمشي على السعر الجديد تقعد تسكت. يعني مشكلة خسارة. خسارة مش مكان. طبعا. الله يكون بعونك. رحم الله والديك حبيبي. والله يبارك فيك. رحم الله والديك ممنون. قديم هنا لو جديد. صار لي 10 سنوات. ما شاء الله. ولادتي هنا. ها. ابناء فضلة. اي فضلة عرب. زين ليش يسموها فضلة عرب؟ والله هاي ما اعرف. ما نعرف هي من فتحنا عنا على الدنيا هاي السنة. كانت من اجمل مناطق بغداد طبعا هذا. صحيح. منطقة شعبية. إيه. والله الناس القدامى باقين لو غادروا. هذول الكبارية موجودين. كبارية مع المنطقة أي موجودين. هذول القدامى. دراسة بدون. لا والله تارك. تركت الدراسة. أنا من الشغل. يا مرحلة وصل. متوسطة الثالث وتركت. زين والله واصل. إيه واصل. الحمد لله. حياتي وسلام لك وقلبك ممنون حبيبي. شكرك يا طيب. وردة بارك الله بكم شباب. شوفكم خير حبيبي. هذه يعني قبل شوية سولفت عن الأزقة بس أعطي لقطة منها على المنطقة وعلى الأفرع اللي موجودة. لو مو تلبد ورا الباب هذه طبعا الأزقة. طبعا موضوع المدارس جدا مهم. موضوع المدارس ضروري نسولف فيه. هسه البنوتات اجن خلينا نسولف وياهن. والله ذا موضوع المدارس بالمنطقه شلونها. يعني ذا المنطقه هي خدميا متهالكه تعبانه فلازم اكو جانب موضوع المدارس لازم نسولف فيه لانه قضيه مهمه. شلونكم عن البنوتات؟ تعالي 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 حبيبي. عبروا 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 عبروا. شلونكم زينين؟ شو اخبار؟ والله زين. يلا زينة. ان شاء الله. شلون امورك؟ الحمد لله. اسمك كريم؟ ها؟ اسمك؟ غسق. غسق. وانت؟ مريم. حياكم الله غسق ومريم. شلونكم بالدراسة؟ الحمد لله والله زينين. اي. يا صف؟ اول. اول متوسط. اول متوسط؟ اي. جيد. اول متوسط. شلونكم بالمدرسة؟ شاطرين لو؟ لا شاطرين ان شاء الله عفاء. عفاء؟ اي. جيد. شنو مستقبلكم تتمنونه؟ انا صرت دكتوره ان شاء الله. دكتوره ماشين. شي دكتوره. دكتوره؟ اي. عام. انا ابي دكتوره. ان شاء الله خير وبركه. مدارسكم هنا شلونها بالله؟ زين الحمد لله. كم واحد بالصف؟ كم بنات؟ 32. 32 بالصف؟ اي. شلون توصلكم الماده؟ يعني تستوعبونها لو؟ زينه. زينه. اي. تدريسهم هنا شلون؟ زينه. زينين؟ دروس خصوصيه وهاي التفاصيل ما عندكم؟ لا لا هم داخلين. لا لا داخلين. اي ماده انجليزي. وماده الانجليزي وش قد ياخذ منكم الاستاذ؟ ياخذون 40 بالشهر. 40. اي وماشي الوضعيه هنا تمام؟ يعني منطقه صارت مو سكنيه كلش. قليل الناس سكنيه صارت تجاريه. فمدارسها شلونها؟ بناءها شلونها؟ جديد لو قديمه؟ لا هي زينه حلوه شعبيه. اي مو المنطقه المدرسه. ها المدرسة لا زين. احنا مو هنا صاير مدرستنا ساحة الاندلس. تروحون للكرادة من الكرادة؟ اي لان ما كنا متوسطة. اي شلون هاي بس ساعة تطلعون منا الصباح؟ شلون دوامكم الصباحي؟ الصباح الساعة بالسبعة نطلع. اليوم متأخرين ايش عاجل؟ لا مو اليوم عندنا ظهري. اي موفقين ان شاء الله. ان شاء الله. واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وما تبطلون من المدرسة؟ ها؟ مو تبطلون مدرسة؟ لا. ها؟ لا. عندها نيتي تبطل. لا لا. لا. سلمينا على البيت، على العائلة كلهم. شلونك حبيبي؟ هلا حبيبي. شو أخبارك قلبك؟ شلون صحتك؟ إن شاء الله زين. الحمد لله. الحمد لله. أخرتك أنا. لا حبيبي. شلونك؟ والله الحمد لله. أريد أن ناشد مديرية المرور العامة. إي. إي.
مطين حجز بالستة العصر، صح لو مو صح؟ الدراجة ما تطلع. بعد ما تطلع، البارحة هنا بالخلاني رايح للبيت، حليت من الشغل رايح للبيت الساعة بالدعش الصبح. بالدعش الصبح لزمه ودراجتي صعدها بالكرين وداها للمرور، هسه صعدها غير المخالفين احنا. سولفتوا يا ايش قلت له؟ قال لك هو؟ قال لي اسكت مخالفين انتوا. قلت له شنو مخالف؟ قلت له هاي اوراقها، هذا المكاتبه مالتها، هاي الوصل مالتها، وهذا المنفيز مالتها. اخذوها الدراجه راحت، رحنا للمرور، المرور قال تعال لها باكر، رحنا لها اليوم. هسه غير يطلعها هسه افتهمنا نعطي الغرامه ايش قد؟ قال 50,000. اعطيه الغرامه، ادفع الغرامه واعطيه اياها. ادفع الغرامه حال السياره، حال السياره 50,000، ادفع الغرامه واعطيه اياها. من الصبح لحد هسه، من السبعه لحد هسه نتوسل بيهم، يابا مشينا المعامله، يقول لي تعال باكر. هاي البارحه رحت له، البارحه انحزت هي، رحت له قال لي تعال باكر، رحت له اليوم قال لي باكر. يضحكون علينا هسه، حزوها قبلنا، قال مخالفه صغيره، بدي اعرف المخالفه شنو هي. هم قبلت والله، هي مشكله يقارنك بالسياره، يعني كانه عندك سياره وعندك اوراق هسه. ادفع الغرامه قابل، انا قابل ادفع الغرامه مال السياره مال الدراجه، هي اصوليه الدراجه، هذا مال معرض، هذا الوصل مالتها مين مشتريها، حتى بصمه باسم المشتريها منه، هذا المنفيز مالتها الاصولي، هذا وهاي الاوراق الرسميه، قال اريد اوراق جنسيتك، وهاي حتى جوازي اخذت لها. والله شاخذ لبعض هسه، خلي يشوفونا صوره حل، هسه يريدون غرامه اعطيناهم غرامه، خلي يشوفونا صوره حل مديريه المرور، خلي يشوف ذول بالشارع جاي يسوون، خل هسه حاسبه والدراجه منا للسته، نعطيهم الدراجه، اعطيناهم الدراجه، خلي يطلعون لنا الدراجه هسه. حبيبي انا جدا ممتن. حبيبي احنا نشكرك الغالي. الحبيب ورده يعني حقه والله العظيم، انا هسه من انطيته مجال يسولف ما قاطعته ابدا. البلد اللي يريد يشتغل فعلا لمواطنيه ويقدم شيء لمواطنيه، انه اولا يسوي لنا طرق معبده حالنا حال بلدان العالم، ويسوي ويكون اكو قانون. انا اشوف المرور، والله اشوف منتسبي الاخوه بدائره المرور، هم هنت الله بالناس، يعني اذا دراجه تحاسبها وتعاملها كانه سياره، وصاحب السياره اللي مظلله يتجول وبراحته، واللي ما بيها لوحات وارقام يتجول براحته والله، بس انتم قادرين على الناس. هذا الشاب هذا صغير، الشاب ما يعني عجيب والله، يعني ما فكرتوا هذا منين يجيب الخمسين مثلا؟ منين يجيب الخمسين؟ هو عنده دراجه ويشتغل عامل ناب محلات هاي وكله دين من الصبح للليل، وهو بعده بمقتبل العمر، لا موفري له مدرسه بها حظ، ولا موفر له طريق بها حظ، ولا موفر له جامعه بها حظ. وين جاي يسوون؟ ما ادري والله جاي يسوون. يعني اهم شيء عندكم خمط الوصولات. والله انا يعني البارحه واحد يقول لي والله لانه نهايه سنه ولازم نخلص الوصولات، اي لازم نخلص الوصولات براس العالم. سيطرات واهميه نصبوها كانه انتم يعني ما تدخل مطمئن بالسيطره، صدقني تحس ب 100 حساب، اللي باوع عليك الحزام يا بلابس حزام، اشاره موجوده، الرقم موجود، طفايه موجوده، شو تريد؟ لا والله مو نريد نخلص وصولاتنا بفتره نهايه السنه. منطق هو هذا بالكراده وبالتحرير وبالكراده داخل وبساحه الفردوس والكراده خارج، على طول الشارع منها توصل للجادريه، ورا الجادريه بعد الامور تتحسن، تصير عامي شاب كيفك، تروح بالرون تطلع بالرون ما لهم علاقه بك. بس القضيه قضيه دراجات، هسه احنا اليوم بالحلقه بمكان هو دراجات، يعني قلت لكم انا ما تحسبون منين يجيب الخمسين يعني، ويمكن الحليم تكفيه الاشاره اذا هو فعلا يعني حليم فعلا انه يستوعب ما نقوله. السلام عليكم حجي، شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ على برود تلقاع، شلونك؟ العفو
شلون صحتك الحبيب عمي؟ شلونك؟ زين شخص يعني مو جاي يصلح محل؟ ايه هنا لا تخب المحل امك هم يصلحون هم ما عندهم غير هالمكان هم هنا اكيد. هو اصبح اليوم الفضوه يعني هي منطقه المجمع للدراجات الناريه وللكماليات وتقريبا للناس العاطلين عن العمل اغلبيتهم بيلتقون بهذا المكان، فاصبح يعني باب رزقه او ما نقدر نتكلم بعد اكثر من هال، ما نقدر نجرح اكثر من هالجروحات للاسف الشديد. ايه يعني هسه هي اذا اردنا نسولف عن الدراجه، انا قبل كم يوم قلتها والله، قلت صرنا مثل الهنود يعني الهند عندهم دراجات اكثر من البشر يعني. مو المواطن العراقي هو اللي يدان بهذه الاشياء. اول ما تدان الحكومه العراقيه خلينا نقول المؤقته او الدائميه، نحن ما نقدر نثبت هذه الاشياء لان هم اللي يستوردون هذه الاشياء. النظام البديل لان كثره السيارات يعني اليوم البيت العراقي من بعد 2003 اصبح كل بيت ما شاء الله الله يزيدنا ويزيدهم سيارتين وثلاث سيارات. فالشارع العراقي اختنق تقريبا ب 7 ملايين او 8 ملايين سياره في العاصمه العراقيه بغداد. ضف الى معلوماتك التوك توك اجا يعني قرض الاشياء يعني بين على بد الاجره، واغلبيه موظف دا يشتغل تاكسي، منتسب دا يشتغل تاكسي، العاطل دا يشتغل تاكسي. فاصبح التاكسي يعني شيء يعني شلون تقول من الايام العراقيه يعني سؤال يطرح شأنه في الشارع العراقي مره ثانيه. يعني اقرب الاسباب للرزق هو التاكسي يعني. والحين يعني حتى موجود دراجات تاكسي عن اي نعم عن شركه بلي، شركه بلي لا لا ناهيك عن طلباتي، طلباتي هذا دلفري. دلفري هم صارت دلفري. هم مصلحه اي نعم كمصلحه يعني هي غير حضاريه حقيقه غير حضاريه، لكن العراق قام يحاول يعني من خلال صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التواصل مع العالم يعني الشيء بذر بالعالم يحاول ان يطبقوه، لكن هذا ما راح يطبقه بدون نظام. بدون نظام اول شيء احترام للقانون ماكو، يعني درجه اولى احترام للقانون ماكو. ثانيا القانون اصبح مخترق والشعب العراقي كذلك اصبح مخترق، لان اللي يريد يسوي اشياء يعني اشياء سيئه ضد القانون الناس المنحرفين الخارج عن القانون التي لا تخضع القانون، هؤلاء الناس ما يدان بهم الشعب العراقي لان الناس دمويين ليس لهم دين. ولذلك انعكست الامور على الناس الشرفاء، ولو مع اعتزازنا للحكومه العراقيه يعني دي اشوف يعني مساعده طيبه من بعض رجال المرور رجال الامن، يعني الرجل الكبير مثلي يعني يتجاوزون عنه. اما الشغلات يعني لو يختصون بها مثل اللي اصوات عاليه خلينا نقول او ثلاثه واربعه صاعدين على الدراجه شباب او اثنين، هاي معقوله يقدرون قانون لازم يكون. اما يكون رجل كبير رجل كبير يعني انا مهندس كهربائي يعني راكب الدراجه مثل ما يقول. قبل ما اجيك اسولف وياك عمي، اكو شاب صغير ولد يعني يعني خليني اقول بعمر اي مكاتبه وهذا وماخذين دراجه صار لهم يومين ويقول انا ادفع الغرامه. هسه الغرامه صارت هي حال السياره يعني يدفع 50,000 مو سهله لابو الدراجه ترى. وال50 اليوم صارت صعبه، مو كل واحد يقدر يدفع 50 يعني. صدقني دراجتي سعرها 15 ورقه، انا ماخذها ب 15 ورقه يعني. يعني في اي لحظه في اي دقيقه هي ملك الشارع او ملك الدوله او اتفاقيه، يعني خلينا نقول اعلان يعني اعلان مدفوع الثمن، فليش نكذب احنا على نفسنا ونقول الحكومه زينه ونقول الشعب زين؟ لا 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 الحكومه زينه ولا الشعب زين. ليش؟ لان مو صدقني سبب الثقافه والعلم، اغلبيتهم ما ثقفوا وما درسوا ما علموا او ما يحترم القانون او ابوه فلان او خاله فلان، يعني هذا ما يتبع الرموز، يعني ما تتبع هذا الرموز. الانسان باخلاقه بافعاله لما تحترم رجل الدوله صدقني انت اول الناس تحتضع اول نقطه للقانون العراقي، صح لو غلط؟ اللي بعدك راح يجي كذلك راح يخلي فد نقاط طيبه وبصمات طيبه، صح لو غلط؟ لكن الانسيابيه اللي تصير القرارات من السيد مدير مرور العامه المحترم والساده المسؤولين يعني قراراتهم كانت صارمه يعني بعد الستة العصر. زين احنا اكو بالشارع العراقي ناس كادحين ل 12 بالليل ما يخلص شغله او ل 11 بالليل او من بعد الستة العصر، هذا دا يجي طالع على باب الله من الصبح مستاجر عنده مولده وعنده انترنت وعنده اطفال. شوف القانون هذا بي يعني بي مشكله لو القانون بيقصر
لا لا والله يعني يا ريت يعني خلينا نقول ال 12 بالليل، لان دائما هي مع احترام الحضور الله يلطف بالعراق وبالبلاد وكل العباد ان شاء الله. هي جرائم بدها تكون من بعد ال 12 بالليل، لان الناس يعني الشارع يخوف، فاكيد اللي يسوي جريمه حتى يعرف كيف ينطلق كيف يدخل كيف لازم يأمن خروجه صح لو غلط، فهذا ما يعكس على الشارع العراقي. اما بالنهار ما يقدر يسوي شيء، يعني يا ريت يتمدد للأفضلية ويكون المعاونة ما بين رجال الحكومة مع المواطن. إذا كان شاب كانت معاملة ثانية، إذا كان رجل كبير بالسن إلى معاملة، إذا كانوا اثنين إلى معاملة، إذا كان طفل يعني الطفل لا أكيد. خلينا نقول إحنا مو إحنا ما نقول طفل، لأنه طفل ممنوع يصعد الدراجة، لكن يعني التو بسن الرشد يعني بالغ أكيد 100%. شلون التعامل 100%؟ لازم يكون التعامل وياه مثل ما هو شاب، لازم يكون التعامل مع الاثنين. لكن احنا عندنا هنا اللي يعني البارحة انا اشتغل بالكرادة، جاء واحد نزل على ضابط مال المرور هانا بالشارع هانا ويحمل مرسوم جمهوري، يحمل مرسوم جمهوري ويقول له انا اعلم لك فلان وفلان، هسه يجوك فلان، وراح من قاعد عندي الصفحة الثانية وسمع كلمات يعني مباحة. يعني من ننظر إلى يعني بصراحة احنا الناس الكبار قلنا نخجل نطلع بالشارع من وراء هذه الاشياء التافهة، ليش؟ حتى لا نشمل بهذا الموضوع. مرة ثانية شكرا جزيلا اليك وللكادر، ويا رب طيب لكم صحة وعافية. اللهم ورد حبيبي عمي، الله يبارك فيك ويسلمك. اعطينا فرصة للحديث ويا الحج هواي، لانه يعني اتطرق الى موضوعات مهمة وبتعبيره هو يعني وصل رسالته. السلام عليكم عمي، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شلونكم زينين؟ الحمد لله. حياك الله. قلبي. ما تعبان ان شاء الله. تعبان والله. شلون الدراجة؟ ها؟ شلون الدراجة؟ والله مو زينات. والله. يا عطل عمي. يا عطلان؟ اي. احنا بعد شبعنا الضيم غير كذا. اي شو نسوي؟ هاي. اهم شغلتين صارت صعوبة. عندي شغل ترى. بالسلامة بالسلامة عمي بالسلامة. هذا طبعا اكو فئات متعددة بالدراجات. اللي تلاحظوها حسب يعني حسب يعني حسب كل دراجة وسرعتها، كل دراجة وتفاصيلها، وكل واحد، وأيضا قضية التصليح اللي الموجود أيضا كل واحد اختصاصه، وبالتالي إنه بشكل أو بآخر هذه صورة مهمة جدا. حبيبي عمي السلام عليكم، شلونك عمي؟ الو وياك. شلون صحتك؟ الو خالي، الو بالورده حبيب قلبي. ضرير حضرتك. ايه شلونك عمي؟ ايه الو بالورد حبيب قلبي. خلنا نوقف لنا خاف على اي والله اي والله خلنا نوقف على صف عمي. شلون عافيتك؟ الو بيك الله يسلمك. الله يديمك. بدا الحديث؟ بدا الحديث ونسولف وياك. ايه غاتي الله يديمك. احنا عندنا موضوع يخص الاقتصاد. زين. الدولار. هذا الدولار بالدول احنا كان عندنا عدنان الباشا شيء سوى الامارات وسوى اقتصاد الامارات. زين. الله يرحمه برحمته الواسعه. وعندنا الوائلي بالكويت سوى لهم كتاب اقتصادنا. صحيح. يعني كل شخص مناسب مكان مناسب. هسه السياسه صايره مشرذمه للاسف. يعني الاقتصاد لازم يخلون ناس اقتصاديين، يجون ناس تاجر بسيط يلعب بالسوق ويختل التوازن بالشارع. الدولار من يوقع بيه الفقير؟ صحيح. فقير ما عنده. اما الغني ما يهتم. الصحه صار ب 53 وصار ب 200. الرجل من ذاك الزمان بنظام المقبور طلع واحد يحكي على المصارف. لوك فو صاحبين القرار سووا مدير بنك المركزي العراقي بالشاشه اسمه عصام من الحويش، صار اسمه بالدينار وبالربوع وبالخمس آلاف. عصام من الحويش الشخص المناسب من تخليه بمكان مناسب الامور تمشي عدل. صحيح. ما تصير اختلال. لعد الدوله هي وخططها وتخطيط ووزراء وسياسه هسه ما تقدر. سوقين هو الحارثيه والشورجه. سوق الدولار عندنا ببغداد بالعاصمه سوقين ما دل سيطر عليه، يعطون فلوس المصارف ياخذوها لهم ما ينطون العالم. ما يصير ما يصير هيجي. يابا المكان المناسب يصير. انا هسه مع احترامي للتورنتشي اجي اخليه وكيل وزير، لو اجيب النجار اخليه مستشار. كافي المستشار، هي كافي كافي.
اكو ناس مخضرمه يجيبوهم خلوهم، البلد كله مهزوز من وراء الاقتصاد، بس الاقتصاد مالنا يستعدل احنا عادلين. هسه احنا مع احترامي العراق واحد، الشعب واحد، الخريطه مالتنا وحده، انجمعوا صيروا وحده، كل من يريد المالات، هذا يريد مالات حصته عندنا ايش قد كم مليون، هو هذا يريد مالات، ما يصير شيء. احنا مو بقاله دوله يا عيني يا قلبي، يعني احنا الناشد السوداني جايب همته وبقوته وبكابينته. اسمع انا انسان بسيط، ترى انا ضرير دا احكي، ما شاء الله صار الشعب العراقي كله سياسيين، كله تعرف، فخلوا اخذوا منا حكايه منا حكايه، بلكم الله يعبرنا هاي الشده. والسلام عليكم. انا اولا سعيد جدا بشوفك. فدوى طولك. الله يبارك فيك. فدوى طولك. انت من سكنة المنطقة لو؟ اي والله من سكنة المنطقة. قديم يعني. قديم. كلش قديم. الحمد لله. شلون عندك ذكريات بالمنطقة؟ عندك منو اللي طلع منا من المنطقة على مستوى يعني مستوى وزير، مستوى على مستوى سمير عبد الوهاب الشيخلي. هذا اربع وزارات، تعليم عالي، فتره صحه، لا مو الاوقاف، امانه بغداد، هاي ثلاثه اربعه. هذا سمير منه هذا ابن عمه ياته ابو البنزين، ابن عمه اللح شق المنشار. هذا اشراني بصبعي، عادل ابو البنزين بالشارع دي يبيع بطاله مال البنزين، ابن عمه اللح شق المنشار. اي والله والله ذاك هو عادل بس خطيه جوز ميتي بيجيب ذاك عضو خاف. زين بعد منو طلع من المنطقه؟ والله وايا اكو رياضيين من سامي الشيخلي هنا اساسا، شيخليه المنطقه على اسم المنطقه هنا. هاي المنطقه اسمها فضوة عرب. فضوة عرب التسميه شلون اجتها؟ اجت هاي المنطقه ستصعد منها ساحة شلون نقول بالعامية تشولة. هاي تشولة يجيبون الناس العربية اللبن وجبن وزبد وياخذون منها الحاجيات اللي يحتاجوها. هاي الفضوة، فضوة يعني فضاء، مساحة يعني ساحة، شلون منطقة يسموها. هاي الفضوة التسمية الأصلية، هاي التسمية الأصلية. هنا مبادلة بالبيع والشراء. زين هنا استغل وجودك. مو كل شيء اعرف ترى. لا تعرف انا سولف فيه الافرع اللي سموها على بعض الاشخاص. عندكم افرع هنا؟ لا عندنا هنا فرع يسموه عقد الطنقل، مو طويل ويخو كذا، يسموه بهالتسميه هذا، هو ما بي طنقل، سموه عقد الطنقل. او عندنا منطقه هنا بصفنا سموها راس ساقيه، اكو ساقيه مي عذب يمشي بالقاع قدام القهوة وقدام العطار وقدام البيت، رأس ساقية مي نظيف يسموه رأس الساقية. فهنا أنا أكو منطقة يسموها العرصة، هاي داير ما دايرنا العرصة، بيوت لا هي سند ولا هي تجاوز، العرصة هاي المناطق. بعدين انقربت هسه من منطقة شعبية انقربت لها صناعة، يعني هسه منطقة صناعية، صلح وتبيع وتشتري. منو اللي سكنها بعد؟ سكنوها اليهود يمكن، وسكنوها هم ابو سيفين الكولات الدان من الجامع ولهنا، بيوت من هاللحظه موجوده. هنا منو سكن الاكثر الان؟ شنو هنا من سكنه المسيح سكنوا هنا يمكن؟ لا قليل، هم قليل اكرادي. نعم هذا شارع الكفاح هو مال الاكراد، فيليه مندلي وخانقين. اي هاي المنطقه كلها. عمي عافيه، فدوى طولك حبيب قلبي، اشوفك بخير. فدوى طولك ان شاء الله. شوفك جدا جدا سعيد انا بشوفتك والله عمي حبيبي. عمي هذا اليوم طالع اليوم الساعه 9 الصبح، واي لا تشوفه، تقدر تشوفه براحتك بالاربعاء الاعاده، بالاربعاء العصر وب 12 بالليل اعاده. حبيبي عمي اي ثلاث مرات زاغروس الفضائيه، واحد من الناس بس. ايدك كله حبيبي. خوش اخذنا من المعلومات عن المنطقه وتفاصيلها، ومنو كان يعني اهتمام الناس بهذه المنطقه، لانه منطقه خرجت الكثير من من من
من الموسيقيين ايضا، احنا ما نسينا ما سولفنا بالموضوع الموسيقي، لانه ايضا عندهم هنا عدد كبير من الموسيقيين والفنانين اللي تخرجوا من هالمنطقة، إضافة إلى الرياضيين وإلى جملة من السياسيين على مستوى الخط الأول في وقتها. لكن تحدثنا عنه بشكل عام، بعدها من صارت الأمور، يعني من صارت الأمور أنه منطقة تجارية، منطقة صناعية، خلينا نقول أكيد يعني غادرتها بعض العائلات اللي تسكن هذه المنطقة لأسباب، لأنه أصبحت هي صناعية أكثر مما تكون هي سكنية، وبالتالي يعني صار اللي صار بها. عموما هسه نرجع إلى واقع الحال اللي الآن موجود، قضية الدولار يعني خوش الحجي خوش انطانا تفاصيل، يعني قال الوضع الاقتصادي هو خلينا نقول الكفة اللي تقدر تتحكم بالسوق، الجهة هي اللي تقدر تسيطر على الوضع. الوضع الاقتصادي بشكل أو بآخر لابد أنه يكون استقرار، لابد أنه يكون الناس أهل الاختصاص وأصحاب الخبرة يكونوا في مكانهم، مكانهم الاقتصادي اللي عندهم معلومات عن الاقتصاد، ليش ما نخليه هو اللي يدير اقتصاد البلد؟ أبو السياسة يشتغل السياسة، أبو الاقتصاد خليه يشتغل الاقتصاد، أبو المصانع والمعامل وهالتفاصيل الصناعية نجيب واحد صناعي، نجيب واحد صناعي مو واحد بعيد عن الصناعة وما يعرف شنو وضع الصناعة، نجيب ناس اللي هم أهل الاختصاص. أبو التعليم ما نجيبه من غير مكان، ما نجيب أبو الزراعة نخليه للتعليم، والتعليم نجيب له واحد أبو صناعة، والصناعة نجيب له واحد أبو تجارة، ونلوص الأمور بصراحة. لا، المفروض كل واحد ياخذ مكانته، وكل واحد يشوف عمله، وكل واحد يتجه بعمله نحو الأفضل. الآن على مستوى البلد بالمنطقة متراجع اقتصاديا وغير مستقر. عموما خلينا نشوف وضع السوق، احنا سبق والتقينا بيهم البعض منهم وتحدثنا وسولفنا عن إمكانيتهم في المنطقة، وأكيد يعني أكيد وجهات النظر الموجودة، وجهات نظر هي طبعا يعني كل شخص ينطي وجهة نظره، والكل وجهات النظر هي محترمة ومحط اهتمام بالنسبة لنا. السلام عليكم عمي، شلونكم حجي؟ شو أخبارك عمي؟ شلون صحتك؟ إن شاء الله زين. السلام عليكم، شلونكم؟ قواكم الله عمي، شلون الصحة؟ مرتاحين ان شاء الله؟ الحمد لله. شلون سوق الدراجات ووضعه؟ والله ميت. ميت؟ موته. الدولار موته. هذا عندكم مشكلة الدولار هسه. اي. بالاساس وضعية دولار. وهاي الميزانية المفارضيها. اي بالساحة. الموازنة ماكو موازنة. الموازنة والدولار الأكثر. لا، الموازنة الأكثر، الموتة السوق. الدولار اليوم ب54 حسب الناس اللي شايفين. لا فرق. والله السوق بيخسر طبعا. وقف. زين اللي متورط ومسوق مسواقة على 45 وال 47 شلون؟ ما عليه شيء. يقوم يزيد المادة. شلون ما عليه شيء؟ يعني أنا اليوم أشتري منك بسعر وباكر أجيك أردد نفس الحاجة ألقى السعر مرتفع عندك، أشتري لو ما أشتري؟ تشتري. مجبور يشتري، هذا السوق هو الشكل. اي ماكو، هي المادة تاير اليوم ب10 ب12 ب15 اي مادة تزيدش، ويا ما يصعد الدولار كل الزيد. تحسون انه هذا الفرق البسيط الالف والالفين تقلل الشغل؟ احنا مو تجار مستوردين، هم نشتري من السوق، ومن نشتريها اذا فرق بسيط يطلع عندنا فرق كثير. احنا نعاني من هاي المساله. ارتباطك ويا المستهلك بشكل مباشر؟ ويا المستورد يعني. المستهلك اللي هو يشتري يعني. ايوه المستهلك، يعني المستهلك يوم يشتري الماده ب 12 باشر تقول له ب 13 يقول لك شداوه البارحه ب 12 ما يقبلها. انا جدا ممتنع. يا هلا بيك والله، اني كلش قدير.
زين. الحبيب عبد الله خير. الله يحفظك يا نبي. بارك مية عملك. الله يسلمك. إن شاء الله بعدك شباب. لا لا خلصان. حلقة الأخيرة. لا لا والله بعدك. جلطة مضروبين و. ما عندي غير العافية. متهين. الله يسلمك يا. إراد لك راحة وشوية. والله قاعدين أسكم لي والله كريم. هلا. الله خير عمي. تحياتي وسلام لك يا طيب. الدولار هو اللي يعني السيال اللي نحكي وياه الدولار. الحبيب شلون قلب؟ شو اخبارك؟ الله يسعدك. قواك الله. قوا والله حيلك. الله يعطيك العافيه. شنو هذا؟ والله هذا شبوط قاعد نبيع فيه. شبوط اي والله هذا قطان. قطان. هسه هذا منين هذا يجيك؟ هذا مال التاجي. من التاجي والله مال عماره. مال نعم. اي طبعا مال الافضل مال عماره. اي والله. شغله شلون؟ الناس تتقبل سعره غالي؟ والله غالي يعني شغله غاليه بالكيلو ب 10,000 دينار. غالي اي والله مو سهل الناس ما عندها. اي والله. زين انت ايش عجب جوال بس بالمنطقه هاي لو جوال والله قاعد افتر هنا انا. اي والله بس بهاي المنطقه. اي باي لا بغير المنطقه هنا باب الشيخ من هناك والله بعقد الجام. الحمد لله. الحمد لله ماشيه. الله يبارك فيك. الله الله يسلمك. وانت يوميه تروح تتسوق لو؟ اي والله يوميه. اي والله من علوة الدجاج الساعة بثنتين اطلع. اي والله. وبين الساعين؟ والله اجي اطلع الساعة بثنتين و لثمانية لتسعة اظل افتر على باب الله. والحمد لله والشكر. الله يبارك. الله يسلمك. ابو من؟ ابو حيدر. ابو حدورة حبيبي. حيدر ايش قد مواليد؟ مواليد 2000. الله يعطيك الصحة. الله يسلمك. يعني انت متزوج قديم؟ اي متزوج. عندي بنية واثنين ولد. الله يحفظهم. الله يسلمك. مواليد. مدارس لو؟ اي مدارس ثلاثتهم. شلون بالدراسة؟ والله الحمد لله زينين. حكومي غير؟ حكومي اي والله. تعبانة كلش تعبانة. والله اهلي مو هنا انا بالديوانية. أيوة. نفس الديوانية؟ اي نفس الديوانية. يا هلا ومرحبا. وجاي هنا تسبب باب الله. الحمد لله. الحمد لله والشكر. يا حيدر هو الرزق الحلال صعب. اي والله. شو السبب؟ خليت عنا خليت عنا وين ما كان. اي والله. أصلا. الحمد لله والشكر. ماشي. الديوانية والله ايش قد صار لك عنها؟ صار لي حوالي 15 يوم. شلون اوضحها؟ تعبانة. كلش كلش. أنا بغماس. اي ديوانية تابعة لغماس. تعبانة كلش. والله العظيم خدمات ماكو شلع لا خدمات لا ماء لا كهرباء لا يعني حتى ما استوها يعني بدت الخدمات فيها يعني هالايام المقابل والله العظيم بركه الله بركه الله الله واهل البيت محافظه مركز المحافظه شلون افضل يعني افضل يعني زين يعني زين الحمد لله الحمد لله سكنك هنا شلون والله قاعد بالفندق بالايجار صعب. اي والله ايش تسوي اكل شرب منام كله ايجار كله بفلوس الحمد لله على حياكم الله تواصلوا يا اهلك اي ان شاء الله اي ان شاء الله يا اهلا وسهلا بكم الحمد لله 100 ترى تحتاج من ممنون على راسك واصل والله الله يعطيك العافيه ممنون لك جزاك الله خير يا طيب والله يرزقك بحق محمد وآل محمد حبيبي حبيبي وايش قد مثل ابو حيدر وهاي الناس اللي تعمل من أجل خبزة الحلال الله يكون بعونهم الله يساعدهم والله يمكنهم من رزق الحلال ويأكلون خبزتهم الحلال لأنه بصراحة في وضع مزري بصراحة وضع لا يسر الصديق ولا يسر العدو وضع يعني تعبان تعال حبيبي تعال فبالتالي انه كل الاخوه اللي سولفنا وياهم ابو حيدر وغيره وغيره من الناس هاي الناس تريد تعيش وهاي الناس اللي تعبر محافظات حتى تقدر تشتغل هنا في بغداد يوفر له خبزه عن عائلته يعني 15,000 دينار تقريبا يعني صعبة والله صعبة احنا مرات حتى ما نقدر نعبر يعني نشوفها صعبة نسولف و قلوبنا ويهنا وناسنا ونسولف بقضايا يعني حرامات يعني حرامات هذا الشاب يدمر نفسه على 15,000 دينار ويترك دراسته ويترك تواصله ويا عائلته ويترك اموره ويتجه الى غير اتجاهات ممكن وفي وضع السوق يعني في وضع انه بلد للاسف انا دوميا اقولها يعني في بلد صعب في بلد صعب احنا غالي بلدنا غالي ترى
بلدنا اذا تجيب العمله الان حكينا دولار، يعني حكي مالتنا مو سهل ابدا، يعني ما نشتغل بعملتنا الالف والالفين دينار صار لا شيء، يعني ما يقدر واحد يعني ما يجيب لك كرشي بطل الزيت 3000 دينار مثلا، كيلو طماطه ب 1500، الخيارات ب 1500، يعني يراد لك المسواق اليومي اقل من 15000 يلا يسدن، يعني 15000 يلا يسدن لك بس مخضر، بينما انه تعيش في بلد، انت تعيش في بلد نفطي وخيراته على مستوى عالي، واكيد انه ردة الفعل اللي موجودة عند الناس طبيعية، لأنه حق هالناس من الذب اللوم على المؤسسة الحكومية، على مؤسسة الدولة، وحق الذب اللوم لأنه فرصة العيش أصبحت صعبة، وحق توجه نداءها للحكومة والدولة أنه في يوم من الأيام استمعوا لها، استمعوا لها، هذول ناسنا وأهلنا، استمعوا إلى كلماتهم، سمعوا إلى رسائلهم، خليكم وياهم منصفين حتى على الأقل يحسون بمأمن، يحسون بقضية قضية التعاون اللي موجودة بين المواطن وبين الحكومة، يكون أكو شعور بالمسؤولية، يكون أكو فد هدف في الحياة حتى واحد يقدمه. الطلبة على مستويات متراجعة، المدارس على مستويات متراجعة، الوضع الصحي متراجع، الزراعة متراجعة، الصناعة عندنا متراجعة، حتى السياسة متراجعة للأسف. فكل بلدان العالم تسعى إلى أن تطور نفسها، تطور نفسها بتطوير تكنولوجيا حديث بأسلوب جديد. بطلت الناس قضية الخوف والتعامل بقسوة، بطلت هاي الناس، يعني شبع الضيف في ذاك الوقت اليوم، تريد ان واحد يشعر بمسؤوليتهم، يشعر انه دول ناس مواطنين من الدرجة الاولى، رد احتبار لهم، التفاتة لهم، التفاتة الى عملهم، التفاتة الى وضعهم، وبالتالي حق الناس، حقنا، لانه احنا عايشين في بلد نفطي وخيراته هوايه، وحقنا من نوجه نداءنا وعتبنا، لان احنا نشوف قدامنا مستوى متراجع، وحقنا نقول فلان غلطان وفلان ما قدم شيء لانه شفناه بعيوننا. هذا على مستوى مو سهل ابدا، يعني ردة الفعل طبيعيه عند الناس. وبالتالي رسائلنا، هذا تواجدنا الميداني بالشارع، صدقوني خير الرسائل اللي تتوجه لكم، وبنية صادقة وبنية صافية انه استمعوا لهذه الرسائل، لانها نابعة من قلوب مواطنين الاحب. تقبلوا ودي واحترامي، انا محدثكم احمد ركاب، وزملاء اللي رافقوا اليوم بهذه الحلقة الزميل المصور علي فلاح، ومساعد المصور مصطفى حسن. نشوفكم باكر بخير والسلامة، وواحد من الناس يوميا على زق راسي في الساعة 9 الصبح والعادة الساعة 4 العصر والساعة 12 بعد منتصف الليل للقاء.